وفي محاولة لإعادة استتباب الأمن تعرض الحراس والقوات المساعدة وقوات الأمن لإصابات متفاوتة الخطورة من قبل المعتقلين، تم نقلهم على عجل إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا. نزلاء السجن كانوا قد تسللوا إلى سطح السجن المحلي واستعملوا في تصرف غير مسبوق قضبانا حديدية وحجارة اقتلعوها من حائط في السجن لمهاجمة الحراس، كما قام المعتقلون باستعمال السيوف والألواح الخشبية وشحذ قضبان الأسرة الحديدية لتطويعها سكاكين ضد حراس السجن. وكان نزلاء السجن المحلي قد احتجزوا عددا من الحراس كرهائن قبل أن تتدخل قوات الأمن لتحريرهم من قبضة المعتقلين وإعادة استتباب الأمن. تطبيق القانون، القوانين وخصوصا القانون المنظم للسجون والذي نسميه بقانون 23-98 لتخليها عن تطبيق هذا القانون بكل حذافيره. سيد بن هاشم، شكون اللي كيتحمل مسؤولية ما وقع؟ من يتحمل مسؤولية ما وقع هم الذين تسببوا في وقوع هذا الإحداث. فهذه المجموعة المشاغبة والخطيرة هي التي تتحمل مسؤولية ما وقع، وهي التي اعتادت على موظفين جاءوا لتطويعها سكاكين ضد حراس السجن. وكان معتقل السلفية قد احتجزوا عددا من الحراس كرهائن قبل أن تتدخل قوات الأمن لتحريرهم من قبضتهم وإعادة استتباب الأمن. للتذكير بمشاركة مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنهي هذه المجموعة عن نواياها السيئة ونواياها في العصيان ونواياها في التخريب ونواياها في القيام بأعمال شغب. وكانت المبادرة الأولى وهي تنهيهم فيما سبق عن القيام بهذه الأعمال المسيء والمشين وجعلهم يهبطون من السطوح التي كانوا يحتلونها. ولكن في هذه اليومين في هذه اليومين الأخيرين قاموا باحتجاز مجموعة من الحراس عند قيام هذا الحراس بالمراقبة فوق سقوف الجناح الذي يوجد به. ولما وقع هذا الحدث أخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل الإجراءات الهادفة إلى إنقاذه. وبعد